فحاليا اتفعل عندي الدبل شوت جن دراجون. القم تعال انت، تعال وانت القم. هلا شوف وقت اضرب واحد كم بدمج، هو بدمج 150 100 وكم؟ اوه 640. السلام عليكم، معكم سبايدر، رجعت لكم بالمقطع جديد عن فورتنايت. اليوم يا جماعه جايب لكم بعض الخدع والنصائح الجديده اللي راح تفيدكم كثير، واللي اغلبها راح يكون عن الاشياء الجديده اللي انضافت عنا، الطائرات، رجل الثلج، وبالاضافه كيف يصير عندك الاف بي اس اعلى وتلعب فورتنايت بدون تقطيع. فقبل ما نبدا لا تنسى لك اسطوره، انزل اضغط لايك. بالفتره الاخيره للاسف التفاعل قل شوي لاني ما عم نزل كل يوم او يومين، عم اتاخر عليكم، فبتمنى انك تدعمني بزر اللايك. واذا كنت حابب انك تدعمني اكثر استخدم كود الايتم شوب HMX، هذا الكود جدا راح يفيدني اذا استخدمته. وبس خلونا نبدا. طيب يا جماعه بالبدايه كما تعودنا نصائح وخدع على استخدام الاسلحه الجديده ضافوا عنا بتحديث الشتاء رجل الثلج. اولا كيف تستخدم رجل الثلج بشكل لا نهائي؟ طبعا كلنا بنعرف بس نروح ونستخدم رجل الثلج في معنى 5 مرات فقط، وبعدها رجل الثلج خلص راح يوقف، لكن بامكانك انك تستخدمه بشكل لا نهائي. اولا لازم يكون عندك الاسلحه فول، بالاضافه يكون عندك شيء على الارض مثل سلاح او اي شيء ثاني انا حاطط ميني، فكل اللي عليك انك تأيم برجل الثلج وبعدها تاخذ الميني وترمي رجل الثلج. فرجل الثلج ما نقص لاني انا كنت مستخدم واحده، راح ارجع اسويها امامكم. حاليا في 5 وقاعد عم يعد فراح اسويها. اوكي شوف رجل الثلج باقي فيه 5. بالاضافه في جلتش بامكانك انك تسويه، طبعا بس يكون موجود عندك زباله وتروح ترمي فيها رجل الثلج، فشوف شو اللي راح يصير. بس ترميه رجل الثلج راح يضل يدور حوالين نفسه ويضل هيك. هذا الجلتش ما منه فائده لكن بامكانك انك تسويه حتى وقت تدمر الزباله، شوف وما فيك تاخذه خلص راح يضل هيك. بامكانك انك تسويه فقط للضحك. هاي زباله ثانيه كمان راح نسويها. لا هذا ما زبط. اوكي كم واحدة فيني سوي؟ 2 3. حلو اوكي شوف شوف اللي صار. بالاضافة يا جماعة في جليتش كمان برجل الثلج، ان كان معك رجل ثلج وكنت داخل انت واصحابك، روح اطلع الى مكان عالي وارمي نفسك على رجل الثلج وانتحر عليه، وبنفس اللحظة ادخل عليه. بتوقع صعبة شوي لكن بامكانك انك تسويها، فبس تسوي هذا الشيء راح يصير عندك شوية لاج، بيجي صاحبك بيساعدك، فبس يساعدك البيكاكس راح يختفي منك، ما راح يضل عندك بيكاكس ولا هاي الورقه الخاصه بالبناء راح تختفي، راح تلعب وانت البيكاكس مخفي عندك. هلا النصيحه الاخيره لاستخدام رجل الثلج، ان كنت انت وصاحبك فخلي صاحبك يدخل الى رجل الثلج وانت بنفس اللحظه كون قريب منه وادخل عليه، يعني بس ادخل خليك عم تمشي بدون ما انك تفوت فيه، فانت راح تختبئ فيه بدون مثل ما قلت لكم انك تدخل فيه وتتحكم فيه، لا انت راح تختفي داخل رجل الثلج. فبامكانك انك تسوي هاي الطريقه تختبئ فيه، بس واحد يجي انت بتطلع له، فجلتش اسطوري. وطالما يا جماعه رجعوا عنا الطائرات في لعبه فورتنايت، اليوم راح اعلمكم على طريقه كيف تاخذ صاحبك النوك معك وانت بالطائره، يعني تسوق الطائره وانت حامل صاحبك. فاذا كان صاحبك نوك وانت ما فيك تساعده وبدك تاخذه فورا بالطائره عشان ما يجوك العالم، كل ما عليك انك تخليه قريب من الطائره وبعدها اركب بالطائره وبدل مكانك الى اخر مكان بالطائره، بحيث انك اخر تبديل راح تروح وتسوق الطائره فورا. بتوقع فهمتوا علي؟ خلي صاحبك يقرب منك، انت هون كل ما عليك انك تحمله وبنفس اللحظه تبدل مكانك. لازم تسويهم مع بعض عشان تزبط معك، يعني انك تبدل مكانك وكمان بنفس اللحظه تاخذ صاحبك، فراح تسوق الطائره وصاحبك معك وتهرب وتساعده على كيفك. فبالفعل طريقة رهيبة، أنا عرفت تستخدمها راح تفيدك كثير. وبالإضافة يا جماعة بالتحديث الأخير عدلوا على الذهب في لعبة فورتنايت، خلوا الذهب يكون موجود بشكل أكبر، وبالإضافة رخصوا أسعار الأسلحة، يعني الدبل بارل كنا نشتريه ب 1200 ذهب صار أقل، وأي سلاح ثاني صار أقل. وبالإضافة المهمات بس تروح تسوي مهمة كنا ناخذ 75 ذهب كمان عدلوا عليها وصارت أكثر، حتى أنهم ضافوا خزنة بإمكانك أنك تاخذ منها ذهب غير الخزنات اللي بتكون موجودة الخاصة بالمحاسبة، لا هاي خزنة كبيرة بتاخذ منها 100 ذهب 200، فهذا الشيء اسطوري. وهلا يا جماعه في عندي جلتش كيف تحول الفطر من هذا الحجم الى عملاق، فاذا بدك تسوي هذا الشيء جيب هذا النوع من الفطر، مو هذا النوع اللي موجود معي، لا هذا النوع اللي موجود على الارض، وبعدها روح اركب داخل السياره وبدل مكانك، وبعدها كل اللي عليك انك تروح وتاكل الفطر. طبعا انا ما اكلتها بس سويتها بسرعه عشان تشوفوا شو اللي صار. شوف الفطر ما اكبره شفتوا ما اكبره؟ ما بعرف هذا الشيء ليش، ممكن جلتش هلا فقط بهذا الموسم، فممكن حتى اغلبكم صار معه هذا الجلتش، فاذا بدك تسويه كل ما عليك تبدل مكانك وتاكل الفطر، ف
فاشوف شو اللي صار. وهلا يا جماعه في عندي جلتش باستخدام البنزين، كيف يصير عندك بنزين لا نهائي؟ شوف حاليا البنزين اللي معي ما عم يخلص، فكيف تسوي هذا الشيء؟ كل اللي عليك انك تدخل طور التيم رامبل وبعدها تجيب بنزين وروح الى اي مكان عالي، خلي على البيكاكس وبعدها نط وبنفس اللحظه حط على البنزين واستخدمه، فراح تفعل عندك الجلتش والبنزين راح يضل ينزل منه بشكل لا نهائي، وبس بدك تلغيه ارمي البنزين وارجع خده. بالإضافة يا جماعة في طريقة جديدة بإمكانك أنك تخلي السيارة تحت المياه بهاي المنطقة بالتحديد جانب نقطة الصفر عند هذا البيت، جيب أي سيارة أنزل فرح يكون بإمكانك أنك تختبأ تحت المياه وأنت داخل سيارتك، ما أحد رح ينتبه لك إمتى ما بدك فيك تطلع. بتوقع في واحد كان هون صح؟ أنا داخل لطول تيم رامبل بس عشان أشرح لكم. وبالإضافة يا جماعة للي ما بيعرف جلتش الأسلحة اللانهائية رجع في لعبة فورتنايت، بإمكانك أنك تأخذ معك أسلحة لانهائية، سبق وشرحت لكم عن هذا الجلتش، ممكن أغلبكم بيعرفه. هو رح نحتاج إلى البنزين، يكون عندك الأسلحة فول، موجود عندك أسلحة على الأرض، وبالإضافة للقارب، وبعدها تركب بالقارب تبدل مكانك ورح يكون بإمكانك أنك تأخذ كل الأسلحة اللي موجودة على الأرض. والزون اجا لاني صار لي ساعه بظبط القارب، فشوف الاسلحه اللي اخذتها، كمان رح انزل واركب بالقارب، قرب على الاسلحه، بدل مكاني، شوف هاي الاسلحه كلها موجوده على الارض، كلها اخذتها معي، شوف وهي هون تقريبا اخذت كل الاسلحه عدا سناره الصيد ما راح احتاجها، فشوف الاسلحه اللي صارت معي، موجود معي هون بنزين، راح ارمي البنزين، ميني، اسولت، اسولت، سناره صيد، اس ام جي، شو اسمه هيك، قنابل، اس ام جي، كل هدول الاشياء كانوا معي، وبامكانك تاخذ كل الاسلحه اللي موجوده في الماب، فالجلتش رجع وبامكانك انك تسويه. وهلا يا جماعه صار وقت الطريقه اللي راح ترفع لكم الاف بي اس في لعبه فورتنايت بدون ما تنزل برامج، بدون ولا شيء، بدون كذب. هاي الطريقه من فورتنايت نفسها او من ايبك جيمز، كل ما عليك انك تروح للاعدادات، لكن هاي الطريقه للاسف على البي سي، ان شاء الله انهم يفعلوها على البي اس 4 باقرب وقت. ان كان جهازك ضعيف، الاف بي اس عندك قليل وبدك ترفعه، روح الى الاعدادات، انزل تحت عند هذا الخيار هون، روح وفعل اوكي، بعدين وحده خلي هذا الخيار هيك، وبعدها حط موافق وروح سكر اللعبة وارجع شغلها. فبس تفتح اللعبة مرة ثانية او تدخل جيم، الجودة راح تلاقيها منخفضة شوي وكأننا بالشابتر الاول او ببدايات فورتنايت. طبعا هذا الشيء ما راح يفرق معك اذا انت جهازك ضعيف او بدك اف اس اكثر، فبس تروح وتبني شوف شكل البناء راح يكون مختلف. هلا هو ممكن ما يكون حلو كثير، لكن هذا الشيء راح يفيدك بانك تبني بسلاسة بدون لاج، حتى الام للمسافات البعيدة ما راح يفرق. ها شوف هي عنا البناء، شوف ما بعده طالع مثل ما هو وقاعد عم يتكسر. فبنصحك اذا كان جهازك ضعيف او بدك تحصل اف بي اس اكثر انك تفعل هاي الطريقة. وهلا يا جماعة وصلنا الى اخر شيء بهذا المقطع، هو كيف تستخدم الدبل بومب، لكن هالمرة بالشوتجن الجديد، شوتجن الدراجون او التنين اللي نزل عنا اللي بيحرق، بامكانك انك تستخدمه بالكرياتف وتسوي فيه دبل بومب. فبس تروح وتدخل كرياتف، فمثلا هون عنا عارفني بالبناء موجود فيه 5 اشخاص، انا بدي ادخل معهم وسوي هاي الطريقة. اولا روح وادخل معهم وبعدها حط علامة، بعد ما حطيت علامة، انا حطيت علامه صح، خلينا نطلع واعمل باك تو هاب، وبعدها بتروح بتدخل الى هذا الماب، هاي الكود طالع امامكم سجلوه عندكم وحتى رح يطلع بس ندخل. فدخلنا الى الماب حاليا، لا تروح وتحط ستارت جيم، روح واركب بالرجل الالي، طبعا لا تضغط اي او الزر اللي على البي اس 4 عشان ما تحط ستارت جيم، وبعدها روح اطلع برا، وبعدها ارجع ادخل جوا رح ينزلك، وبنفس اللحظه اركب بالرجل الالي، بتوقع انا ركبت. فبس تركب انت بتبدل مكانك، حاليا انا راح انزل من الرجل الالي بس هذا الزر اللي انا مسويه اوكي، راح اطلع، بعدها راح تقدر انك تطير، وحاليا كل ما عليك انك تروح الى النقطة اللي انت حطيتها. فمثل ما شايفين وصلت الى ماب عاركني بالبناء، دخلت الحاجز الخاص فيه، حاليا انا صرت داخل الماب، كل ما عليك انك تروح وتحط ستارت جيم. هلا راح ادخل الى الماب، لكن راح يكون متفعل عندي الجلتش دبل بوم دراجون شوتجن، لا مو ظابطه، فحاليا اتفعل عندي الدبل شوتجن دراجون. القم تعال انت، تعال وانت القم. هلا شوف وقت اضرب واحد كم بدمج، هو بدمج 150 100 وكم، اوه 640 مفعلين، يعني الدمج ضرب 4 بهذا الماب، ليش ما مصيبه، حلو 400 وما مات، هيلك 10000 وات، هذا مفعل كل قدرات الهكر. اوكي انا فايت ماب هكر ما شاء الله، انا ما بتدمج اوكي، حاول حاول اضربني، انا ما بتدمج، انا ما بتدمج، انا اقوى منكم كلكم. اح فيني طير، انا ما انتبهت لها. فبامكانك بكل سهوله انك تسوي
كل هالشيء. ولهون يا جماعه بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله المقطع يكون عجبكم. اليوم سوينا كثير اشياء وعلمتكم على كثير من الجلتشات، فلا تنسى لك اسطوره انزل واضغط لايك، وإذا كنت حابب انك تدعمني لا تنسى انك تستخدم كود الايتم شوب @HMX. هذا الكود جدا راح يفيدني اذا استخدمته. وبس كان معكم سبارة من قناه سبارة جيمر. بيس اوت.